شمال غزة. أنا عندي بنتين عيانات، واحدة عندها تضخمات كبد وكلى وطحال، واحدة معها مرض داء الفيل، وأنا كنت ساكنة في الكرامة، راحت داري بالقصف وقلنا الحمد لله وتصاوبنا وقلنا الحمد لله. كنت أخاف تستشهد نداء، كنت أخاف تصاوب نداء، أخاف تستشهد نداء. مرض داء الفيل هذا أنا لما شفت رجل بنتي كانت زي حبة صغيرة، فأنا قلت إيش هذه؟ كل يوم أنا أنفسلها إياه، أنفسلها إياه، أقول يمكن فسفوسة، يمكن حبة، يمكن إشي. البنت تكبر تكبر، الرجل تنفخ تنفخ. على مستشفى النصر الأطفال، الله يسهل على الدكتورة عايشة والدكتورة شيرين، هم اللي شافوا حالتها، وهم حولين على دكتور تيسير الطنة، وهو اللي ماسك حالتها، وأول ما شاف حالتها قال بس هذه علاجها على طول بالخارج، هذا مرض داء الفيل. وندى عندها مشكلة اللي هو الكبد والكلى والطحال، عندها ضمور في الكلى وعندها تضخمات في الكبد، كل أمعائها خربانة. فأنا قالوا لي علاجها الثاني مع أختها في الخارج.